بص يا سيد الرئيس، احنا عندنا 5 عضلات: الاكسترنال، الانترنال، الانر موست، الترانزفيرز، الساب كوستال. انا هشرح علاقة النيرف بكل عضلة. هبدأ اجيب منطقة ميديال تو ذا انجل اوف ذا ريب، لاترال ان ذا كوستال جروف، ميديال تو ذا كوستو كوندرال جانكشن. في كل منطقة هنجيب سيرة الخمس عضلات، هنشوف النيرف علاقته ايه بالخمس عضلات في كل منطقة. تعالى مثلا، اول حاجة ثبت حاجة عندك، الاكسترنال انتركوستال ماسل اللي هي ديت ملهاش علاقة. لما نيجي هنا هو الاكسترنال انتركوستال ماسل بعيدة خالص، برا خالص. وفي اللاترال برضو نفس الكلام. تعالى ناخد منطقة هنا مثلا، الاكسترنال انتركوستال ماسل ملهاش علاقة. طب الانر موست اللي هي اللي جوه خالص، الانر موست بتبقى موجودة في الميدل تو فورث، يعني في الربعين اللي في النص، فما بتبقاش موجودة ورا خالص، يبقى برضو ملهاش علاقة. طب بالنسبة للاسترنو كوستاليس، الاسترنو كوستاليس دي من اسمها بتبقى موجودة عند الاسترنم وعند الريبس، بتبقى موجودة قدام ملهاش علاقة. يبقى انا هنا هو لما بقى في الحتة ديت ماليش علاقة بالاكسترنال، ماليش علاقة بالانر موست، ماليش علاقة بالاسترنو كوستاليس. طب يبقى ايه؟ يبقى انا كده شلت 3 عضلات، يبقى عضلتين. العضلة الاولانية اللي هي الساب كوستال، ودي اللي كانت بتنزل من ضلع لضلع وتنزل من ضلع لضلع وتفوت ضلع ومش عارف ايه، دي بتعدي من هنا. ايه كمان؟ العضلة التانية اللي احنا بنسميها الانترنال انتركوستال، اللي هي العضلة اللي في النص هنا اللي بتبقى ما بين الاكسترا والانر موست. بس الانترنال انتركوستال ماسل هي صحيح بتمتد من الاسترنم لغاية قدام والتانية ماشية لغاية ورا، بس اول ما بتوصل ورا ريبليسد باي ذا بوستيريور انتركوستال ميمبرين او الانترنال انتركوستال ميمبرين. اذا فاصبح النرف في هذه المرحلة يقع ما بين الانترنال انتركوستال ميمبرين والعضلات اللي هي بتبقى نازله اللي هي الساب كوستال ماسل، وما بيبقاش ليه اي علاقه بالاكسترنال او الانر موست او الاسترنو كوستالس. طيب لما بنيجي هنا اهو في الايه المنطقه دي اللي هي المنطقه اللاترال، هنجد ان النيرف يقع ما بين الانترنال انتركوستال ماسل والانر موست. طب بالنسبه للاكسترنال لا ملهاش علاقه، بتمشي بعيده خالص. طب بالنسبه للساب كوستال لا، ده الساب كوستال بتبقى موجوده ورا. طب بالنسبه للاسترنو كوستاليس لا، ده الاسترنو كوستاليس موجوده قدام. يبقى اذا النيرف اصبح بيقع ما بين الانترنال انتركوستال والانر موست. طب ورا بيقع ما بين الانترنال انتركوستال بس ميمبرين مش مصل، وما بين الساب كوستال مصل. طيب لما هنيجي ناحيه قدام، هل قدام هنا اهو، هل السب كوستال ماسلز موجوده؟ لا، ده السب كوستال ماسلز موجوده ورا. طب هل الانر موست موجوده؟ لا، ده الانر موست موجوده في الميدل تو فورث ومش موجوده قدام. طب حلو، هل الاسترنو كوستال موجوده؟ الاسترنو كوستال موجوده معانا. طب هل الانترنال انتركوستال موجوده؟ الانترنال انتركوستال موجوده معانا. طب هل الاكسترنال معانا؟ اقول لك ليه؟ لانه الاول مره الاكسترنال تبقى موجوده معانا. طب ليه هنا الاكسترنال مش موجوده وهنا الاكسترنال برضو مش ريليتد للنيرف وهنا برضو مش ريليتد للنيرف؟ طب ايه اللي فرق قدام؟ اللي فرق قدام انه النيرف بعد ما كان محترم وماشي ما بين الانترنال انتركوستال ماسل، كان هنا اهو ما بين الانترنال انتركوستال ماسل والانر موست انتركوستال ماسل، اللي حصل انه بدا يتحرك ناحيه قدام، بدا يعمل حاجه اسمها بايرسنج، بدا يعمل حاجه اسمها ثقب. فبعد ما كان ماشي هنا في الحته دي محترم كده، لا بدا ان هو يعمل بايرسنج للانترنال انتركوستال وبعدين للاكسترنال، فطلع ايه؟ فطلع لقدام، فاصبح ريليتد للاكسترنال انتركوستال برضه. خلاص كده، يبقى اذا النيرف في كل المراحل بتاعته هنا بيبقى ريليتد لحاجتين، الانترنال انتركوستال ميمبرين والساب كوستال ماسل، وهنا برضه ريليتد لحاجتين، الانترنال انتركوستال ماسل والساب كوستال ماسل. انما هنا نتيجه انه بيعمل بايرسنج فبيبقى ريليتد لثلاث حاجات. اول حاجه بيبقى ريليتد للاسترنو كوستال ماسل اللي بتبقى جوه، اللي هي بتبقى ناحيه الاسترنو، الاسترنو كوستال ماسل، وبيبقى ريليتد بطبيعه الحال للانترنال انتركوستال ماسل، وبعدين بيبدا ان هو يعمل بايرسنج كمان للممبرين الخارجي ده اللي احنا بنسميه الاكسترنال انتركوستال ميمبرين. وخلي بالك برضو الحته اللي احنا قلناها في الاول انه الاكسترنال انتركوستال ماسل ما بتكملش معاه لغايه قدام وانما ريبليسد باي ميمبرين، وكذلك الانترنال دي الانترنال انتركوستال ماسل ما بتكملش معاه لغايه ورا وريبليسد باي ميمبرين، ودي مبادئ وبيزكس لازم تبقى عارفها وانت بتشرح الكورس بتاع النيرف.